بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه: الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين. هذا من صفات أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فهم يخافون على المسيء من العقوبة، ويرجون للمحسن الثواب، ولا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، فلا يقولون للمحسن هذا من أهل الجنة، ولا يقولون للمسيء هذا من أهل النار، أو يقسمون كما يقسم الجاهل، يقول والله إن هذا لا يدخل الجنة أو نحو ذلك. هذا جهل، والله جل وعلا عفو كريم، قد يعفو عن المسيء ويرفع درجته في المهديين، وقد يعاقب المحسن بتقصيره عما يجب عليه، ولا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. فحري بنا أيها الإخوة أن نجتهد في الطاعات، ونرجو رحمة ربه، نرجو رحمة الله جل وعلا، ونحجم ونتوقف عن السيئات نخاف من عقابها. نعم. وقوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم قوله رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. من عمل بها صالحا نرجو له الثواب، ولا نقنطه من رحمة الله، ونخاف عليه العقاب، ولا نيأس من رحمة الله جل وعلا. فالمحسن نؤمل من ربنا جل وعلا أن يجازيه بالحسنى أحسن منها، كما نأمل من ربنا أن يعفو عنه، وإلا لو عاقب الله جل وعلا كل عباده لعاقبهم وهو غير ظالم لهم. ولو حوسب المحسن على ما قدم من حسنات لفنيت الحسنات بتقصيره شيئا من الواجبات. فالمؤمن مهما اجتهد في الطاعات فإنه لا ينال ما تأدية ما وجب عليه، فقد يقصر. والمسيء مهما أساء فهو تحت عفو الله جل وعلا، إن شاء جل وعلا غفر له، وإن شاء عذبه، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. ونرجو للمحسنين من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، أما المحسن من الكفار فهذا لا يؤمن له الخير أبدا، وإن كان محسنا في الدنيا فالله جل وعلا يجازيه بحسناته في الدنيا، ويقدم على ربه في الآخرة، ولا حسنة له ما دام مات على الشرك. فلا يخلو العبد
إن مات على التوحيد فنرجو له من الله جل وعلا المغفرة، أما إن مات على الشرك والكفر فهذا لا يرجى له الخير من ربه تبارك وتعالى، لأن الكافر لا نصيب له في الدار الآخرة. أما المسيء من المسلمين المؤمنين فهذا يرجى له الخير وإن أساء، لأن إساءته تكون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عاقبه على إساءته وأخذ منه الحق، وإن شاء تحمل جل وعلا هذه الإساءة وغفر له ذنبه وأدخله الجنة. فعلي بنا أيها الإخوة أن نكون بصفة هؤلاء الأخيار الذين يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون له المغفرة والرحمة ويخافون على المسيء العذاب والعقاب. نعم. نرجو للمحسنين لأي أحد، لا أي أحد، أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عن ذنوبهم، فإن الحسنات يذهبهن السيئات. فالمحسن وإن قلت حسناته وكثر سيئاته فهو داخل ضمن مشيئة الله جل وعلا، قد يتجاوز جل وعلا عن العبد لإحسانه وإن قل، وقد يؤاخذه بسيئاته سبحانه وتعالى. نعم. فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ولا نأمن عليهم العقاب على ذنوبهم، لأن ذلك مردود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ورده إلى مشيئة ربنا جل وعلا. فإن شاء جل وعلا غفر للمسلم مهما عظمت إساءته ما دام اجتنب الشرك، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمثلا بعض الناس يشتغل في هذه الدنيا أعمال سيئة، يقتل ويسفك الدماء ويؤذي المسلمين ويزني ويسرق ويشرب الخمر، إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ما نيئسه من رحمة الله، مهما فعل فهو داخل تحت مشيئة الله. أما إذا كان لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ليس له نصيب من المغفرة إطلاقا، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك غير قابل للمغفرة، خاصة يعني إذا مات عليه العبد، إذا مات العبد على الشرك فإنه غير قابل للمغفرة، أما إذا مات بعد أن تاب من الشرك فلا تضيره الذنوب مهما عظمت وكثرت. وإذا كان معه التوحيد، توحيد الله جل وعلا لا يعبد معه غيره، فهذا مهما عمل من السيئات فهو لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله، وإن سفك الدماء وإن قتل وإن زنى وإن سرق وإن أساء فهذا ما نجزم له بالعذاب. كما روي عن الحجاج أنه روي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلت بكل قتيل قتله، وبسعيد بن المسيب 70 قتله، وها أنا أرجو الله ما أرجو ما يرجو الموحد من ربه. يعني هو مات على التوحيد لكنه كان سفاكا للدماء،
قتالا يؤذي الناس ويتسلط عليهم، فهو لم ييأس من رحمة الله جل وعلا. أما إذا كان المرء واقعا في الشرك فهو لا يقدم على الله بحسنة باقية له، كل حسناته يجازى عليها في الدنيا، فيقدم وهو مشرك بالله فيكون مآله إلى النار والعياذ بالله. نعم، لأن الله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو سبحانه أعلم وأحكم، فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسب ما تقتضيه حكمته البالغة، ويعاقب من يشاء كما قال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك يغفره لا لكل أحد، وإنا لمن يشاء سبحانه، فقد يغفر لهذا زلاته، وهذا لا يغفر زلاته له، لأنه أعلم وأحكم جل وعلا، يعلم أن هذا مسيء وتعمد الإساءة وأساء إلى الناس وآذاهم، فيستحق شيئا من العقاب، ويعلم جل وعلا أن الآخر وإن كان مسيئا لكنه قد يكون معذور في بعض إساءته أو نحو ذلك من الأمور، فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء جل وعلا غفر له ورحمه، وإن شاء عذبه. فقد يقترف الاثنان معصية واحدة يذهبان معا لها ويؤديانها، لكن واحد منهم يغفر الله له، لأن له حسنات وله أعمال جليلة انتفع بها المسلمون، والآخر لا عمل له صالح، فلا يدخل في المغفرة بحكمة ربنا جل وعلا، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالأمر مردود إلى مشيئة الله، لكن لا نعلم بدلالة النصوص أن من المذنبين من يعفو الله عنهم، ومنهم من يعاقبه ويدخله الجنة، أن من المذنبين من يعفو الله عنهم ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منها، ولا يصح أن نقول يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل أحد منهم النار، لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل النار ثم يخرج منها. أهل الكبائر معرضون لدخول النار، لأن الله جل وعلا قد لا يعفو عن صاحب الكبيرة فيدخله النار، وقد يعفو عن صاحب الكبيرة فلا يدخله النار فيدخل الجنة من أهل وأهله. ثم إن صاحب الكبيرة لو دخل النار فهو لا يخلد فيها أبد الآبدين، بل يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله جل وعلا. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يدخل النار من أهل الكبائر معرضون للشفاعة، يعرض ويشفع لهم الأولياء والصلحاء وعباد الله والأفراط والأولاد والآباء والأمهات، يشفعون إذا أراد الله لهم الخير، ثم يخرجون من النار. ومن لا شافع له الله جل وعلا يرحمه فيخرجه من النار برحمته لا بشفاعة أحد. وقوله: ونرجو للمحسنين، يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا عليه، فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجى لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجى لغيرهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات يذهبن السيئات،
لأن صاحب الحسنات يغفر له بإذن الله. قد يكون الرجل مقصر في شيء من الواجبات، لكن نظرا لكونه ينفع المسلمين يشفع لهذا، يعطي هذا، يساعد هذا، فيغفر الله له برحمته مقابل ما أعطى المسلمين من وقته وجاهه وماله. فقد يكون المرء لا خير فيه في الطاعة، طاعته قليلة ومقترف للمعاصي، لكنه يشفع لهذا وينفع هذا ويعطي هذا ويترفق بهذا، فيغفر الله له بهذا وهذا وهذا، ثم يدخله الجنة من أول وهلة. وقد لا تكفي حسناته لدخول الجنة من أول وهلة، فيدخله النار ثم يخرجه منها. نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لهم. وقوله ولا نشهد لهم بالجنة، لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين بالجنة فضلا عمن دونهم، وهذه مسألة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي، لأنه يكرر المعنى الواحد أحيانا في أكثر من موضع. فلا نشهد لأهل القبلة بجنة ولا نار. لا نشهد لأهل القبلة يعني الذي يصلي، المراد بأهل القبلة الذي يصلي إلى القبلة، هذا ما يجوز أن نشهد له بجنة ولا نشهد له بنار، لأننا لا ندري ماذا يكون مآله، بخلاف بعض الجهلة فإذا رأى الرجل يصلي قال هذا من أهل الجنة، وش يدريك؟ أو شاف الرجل يعمل المعاصي قال هذا والله لا يغفر الله له، هذا يدخل النار، هذا لا يجوز لنا، وليس علمنا محيط بذلك. فالله جل وعلا هو العالم بأهل الجنة وأهل النار. فقد يكون الرجل من أهل النار في أول حياته إلى قرب وفاته، إلى ما يقرب من وفاته ما بقي على حياته إلا يوم أو يومين، فيستغفر الله ويتوب إليه ويكون من أهل الجنة بإذن الله. وقد يكون العكس بإذن الله، بعون الله، قد يكون الرجل من أهل الجنة يعمل الصالحات وكذا وكذا إلى آخره، ويصدق ويعطي، إلا أنه في آخر حياته زل وأخطأ وتعمد الخطأ فلم يمحل، فمات في خطئه هذا، فقد لا يغفر الله له سيئاته. فعلينا أيها الإخوة أن نسأل الله جل وعلا حسن الختام، حسن الختام، الخاتمة الحسنة، لأن الناس يعملون، يدوكون، يركضون، يجتهدون في الأعمال الصالحة والسيئة وكذا وكذا إلى آخره، ثم بحسب آخر أيامه من هذه الدنيا إن أحسن كتب من المحسنين، وإن أساء كتب من المسيئين. والإساءة نوعان، إساءة في باب الشرك هذه لا تغفر، وإساءة في باب ما بين العبد وبين ربه، هذه مجالها للعفو كثير، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شاب يهودي كان يأتي حوله بعض الأحيان، فقال أين هو هذا؟ قالوا هذا مريض يا رسول الله. فأخذ جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وذهب بهم إليه يزورونه، زاره عليه الصلاة والسلام، وهو شاب لا جاه له، ويهودي ليس بمسلم ولا تقي، لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعل الله أن ينقذه من اليهودية بي. فذهب فوجده في آخر حياته إلى هم عنده استعداد للموت من الآن، اسمع بعد طاعة روحه لها الحين،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ عرض عليه الإسلام، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له يستشير، قال: أطعب القاسم، أطعب القاسم، لأنه يعرف هذا اليهودي إن أبا القاسم لا يأمر ابنه إلا بما فيه مصلحته. فشهد أن لا إله إلا الله، ثم شهد أن محمد رسول الله، ثم مات، ما صلى لله ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: جهزوا أخاكم، لا تخلونه بأيدي اليهود، ما هو بيهودي الآن، أصبح مسلم، جهزوا أخاكم وهو لم يصلي لله ركعة، لأنه ختم له بالتوحيد، ختم الله له بالتوحيد، وحسنة التوحيد لا يقاومها أي سيئة، ما دام عنده حسنة التوحيد فمهما عمل من السيئات سابقا فالله جل وعلا يتجاوز عنه ويغفر له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا أخاكم، يعني أصبح واحد من إخوانكم، واحد من المسلمين، فجهزوا أنتم وصلوا عليه وادفنوا في قبره، وادفنوا مع المسلمين، ولا تتركون اليهود، تتركونه بأيدي اليهود. وهذا ما صلى لله سجدة أبد، يعني شهد أن لا إله إلا الله ومات. والرجل الذي جوي في الصف مع المسلمين يقاتل وهو يحاولون على الإسلام في المدينة فما أسلم، يحاولونه على الإسلام فما أسلم، لكن لما قامت المعركة بين المسلمين والكفار أخذته الغارية فخرج ليقاتل مع المسلمين، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقاتل يا رسول الله أم أسلم؟ أقاتل الآن ودع الإسلام بعدين أم أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، عليه الصلاة والسلام. فشهد أن لا إله إلا الله وقاتل فقتل رضي الله عنه، فختم الله له بالشهادة بعد الإسلام وهو لم يصلي لله فرضا من الفروض. ذلك دليل على أن الأعمال بالخواتيم. وقد يكون الرجل والعياذ بالله محسن في سائر عمره، وكل عمره محسن مجتهد الطاعات، لكنه عند الموت جار في الوصية، حرم بعض الورثة أو تفضل وأعطى بعض الورثة ما ليس لهم، فختم له بسيء عمله وصار من أهل النار والعياذ بالله. فالمرء يسأل ربه حسن الختام، يسأل ربه الخاتمة الحسنة، فإذا ختم له بحسن فليبشر بالخير، وإذا ختم له بسيء فالويل له والعياذ بالله. والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب: قيل لا يشهد إلا للأنبياء، وقيل يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص، وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وقيل يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، والقول الثاني هو أصحها، فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين رضوان الله عليهم، ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من الجماعات كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي: الشهادة بالجنة لأحد من المسلمين. المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: لا يشهد لأحد بالجنة سوى الأنبياء، الأنبياء بالجنة قطعا، ولا نشهد لغيرهم. لما؟ لأن هؤلاء ما يدرى على ماذا يموت. يقول: ما نشهد إلا للأنبياء فقط، لأنهم معصومون من الخطأ،
وأما غير فليس معصوم فيجوز أن يرتد ويترك الإسلام. القول الثاني وهو الصواب أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه لا ينطق عن الهوى، لا يقول الكلام تخرصا ولا شكا ولا مدحا وثناء بدون بصيرة، ما يشهد لأحد بالجنة إلا وهو يعلم عليه الصلاة والسلام من علم الله تبارك وتعالى أن هذا يموت على الإسلام. القول الثالث يقول نشهد لكل من رأيناه يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات، نقول هذا من أهل الجنة. أيها أقرب للصواب؟ الأوسط هو أحراها بالصواب والحمد لله. الأوسط القول الثاني هو الأحرى بالصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بكر بالجنة، فنشهد لك ما شهد الرسول عليه الصلاة والسلام، شهد لعمر، شهد لعثمان، شهد لعلي رضي الله عنه، شهد للعشرة بقية العشرة، شهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة، فنقول نشك في هذا ما نشك. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، يجهر إذا خاطب أحد الرسول ولا غيره يرفع صوته، فلما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط عمل المرء إذا رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اقتصر في بيته وجلس، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يطلبه ويدنيه، لكن يقول أنا هلكت، أنا صوتي جهوري فأنا أرفع صوتي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا هلكت، جلس يبكي في بيته. فلما فقده عليه الصلاة والسلام قال من يدري عنه؟ قال واحد من جيراننا، أنا يا رسول الله أدري عنه. وين هو؟ قال أنه اقتصر في بيته يبكي على نفسه، يقول أنا جهوري الصوت وأخشى أن جهور صوتي هذا يحبط عملي، أنه حبط عملي وأني من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هو من أهل الجنة. هذه شهادة من الله جل وجل جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنه من أهل الجنة، فلا يمكن أن يموت يكون من أهل النار أبدا، إنه من أهل الجنة، لأن الرسول قال عن علم وبصيرة. فهذا كيف نقول أنه محتمل؟ الحسن والحسين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، لهم منزلة في الجنة عظيمة عند الله جل وعلا، كيف نشك في هذا؟ ما نشك، ما دام الرسول قاله فهو أعلم بما عند الله جل وعلا من الجنة والنار. القول الثالث في توسع، يقول من شهد له المسلمون بالجنة فهو من أهل الجنة. ما ندري، قد يشهد للرجل يقال ما أكيسه، ما أجوده، ما أتقنه، ما كذا ما كذا، فإذا سئل عنه هل يصلي قالوا لا ما يصلي، لا يصلي، وين الكيس، وين الجود معه؟ فالمسلمون ليسوا على حد سواء، قد يشهدون بالخير لرجل لا خير فيه، يصير مسالم، كلامه حسن وطيب لكنه لا خير فيه. والمسلمون قد يبغضون أحدا لأنه سليط اللسان أو يتكلم بالفحش أو نحو ذلك، والله جل وعلا يحبه ويعذره. فقالوا هذا في توسع. فالقول الأقوال الثلاثة ثلاثة: واحد، حصر الشهادة على الأنبياء، لأنه معلوم أنهم ماتوا على توحيد الله وطاعته،
والصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قالوا ما ندري وش حصل منهم. وهذا قول غير مناسب. الثاني أن القول المناسب هو أن يشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نشهد له بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. فدام أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة نجزم أنه من أهل الجنة ولا نتردد ولا نشك. والحسن والحسين وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون بالجنة كل هؤلاء نشهد لهم ولا نشهد لمن سواهم. الثالث أن نشهد لكل مسلم أنه من أهل الجنة. طيب المسلم قد يجوز مسلم في العمل الظاهر لكن في الباطن بينه وبين الله جل وعلا غير مسلم وغير محسن. فهذا في توسع وإلا فله دليل. أنتم شهداء الله في أرضه لكن من قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قالها للصحابة خيار الأمة. لما مر بجنازة فأثنى عليها خير قال وجبت. مر بجنازة أخرى فأثنى عليها شر قال وجبت. بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لما قال وجبت وجبت سأله عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما وجبت؟ ما معنى كلمة وجبت؟ قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. هل يثنى عليه خير من المسلمين؟ يؤمل فيه الخير ويذكر بالخير لكن ما يشهد له بالجنة ولا بالنار. والقول الثالث الثاني هو أصحها أن الشهادة تحصر لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذلك من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الجماعات. ما نشهد لحد بعينه لكن نقول أهل بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة لأن الله جل وعلا رضي عنهم. الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. أهل بدر من أهل الجنة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة. لبايعوا تحت الشجرة حرم الله عليهم النار لا يدخلون النار أبدا. بايعوا تحت الشجرة يعني بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة في سنة 6 من الهجرة صده المشركون منعوه قالوا ما تدخل أبدا. يا جماعة المكة يدخلها اليهودي والنصراني والمشرك والخرافي وكل واحد وانا تردون قالوا ما نسمع لك تدخل كذا بس ابد الا ترجع هالسنة وتجي الجاية بس يتحكمون. فصلحوا اياهم على هذا لكن قبل الصلح اشيع ان عثمان اللي دخل مكة رضي الله عنه اشيع انه قتل. قالوا ما يمكن نروح نرجع ونخلي عثمان مقتول من مكة ابدا ناخذ بدمه ناخذ بثأره. فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا تحت الشجرة. في أحد الصحابة رفع قصر الشجرة عنه وهو جالس في ظل الشجرة شجرة الحديبية. فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يفرون مهما كانت الحال أبدا. ومن المعلوم أن أهل بيعة الشجرة قليل وهم كثير بالنسبة لأهل مكة. المكة أكثر منهم بكثير والمكة معهم
جيرانهم من الخرف من البدو والجهلة والمشركين يقاتلون معهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فأنزل الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. فتح الله للرسول صلى الله عليه وسلم مكة فتحا قريب، وليس تلك السنة بل بعد سنتين إلا شيء قليل. أما من شهد له المؤمنون فيستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثني عليها شر، فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ ما معنى قولك وجبت؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: هل اللحية عادة أم سنة مستحبة؟ وهل يأثم حالقها؟ لا يا أخي، اللحية واجب إعفاؤها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فحلقها في مشابهة للمشركين، في مشابهة لليهود، كل هذا حرام يا أخي، وإعفاؤها واجب، وليس عادة ولا سمت ولا صفة للأخيار، وإنما هو واجب إعفاؤها. يقول السائل: ما حكم من يترك زوجته تخرج من البيت بدون جلباب وهي كاشفة وجهها؟ يحرم على الرجل أن يقر أهل بيته على المنكر، لأن من أقرهم على المنكر يخشى عليه أن يكون من الديوث، الديوث الذي يقر السوء في أهله. فلا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها، ويجب على الزوج أن يأخذ على يد زوجته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من يعص الله جل وعلا فهو لم يق نفسه ولم يق أهله، فيجب على الإنسان أن يبعد عن صفات الكفر والضلال، يبعد عن الصفات السيئة ويعمل بالصالحات. والزوجة يجب عليها أن تأتمر بأمر الله جل وعلا، ولا تخالف زوجها فيما يأمرها به من طاعة الله. يقول السائل: هل هناك زكاة على الذهب الملبوس؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ويقول إن الذهب الملبوس اتخذ زينة للمرأة وليس حلياً يباع ويشترى، وإنما اتخذته المرأة كزينة لها لأجل أن تتحبب وتزين أمام زوجها، ولا يزيد قيمته، وإنما هو كالمشلح الغالي وكالثياب النفيسة التي يتخذها الرجل، هذه لا زكاة فيها إجماعاً. فكذلك هذا. آخرون قالوا: لكون الذهب والفضة جاء فيه النص على وجوب الزكاة، أي صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حق الله فيها إلا جاء يوم القيامة وبطح لها في قاع فأخذت تطأه بأضلافها وتنهشه بأفواهها حتى يقضى بين العباد. فيجوز للرجل أن يتخذ الذهب والفضة لامرأته
لكن عليه أن يزكي زكاته. قالوا الزكاة واجبة، وجاء فيها الحديث والنص والتخويف، فيجب على الإنسان أن يخرجه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، لكن من أوجب فهو أحرى بأن يطاع في ذلك، لأن المرأة إذا أخرج زكاة لا تجب عليه أجر أجرا عظيما، وإذا منع الزكاة الواجبة عليه أثم إثما عظيما. وأي واحد من المسلمين لا يقول لمن أخرج زكاة الحلي أخطأت أبدا، وأي واحد من المسلمين، كثير من المسلمين يخطئ من لم يخرج زكاة حليه من الذهب والفضة. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد الذي بجوار الحرم تعتبر كصلاة الحرم؟ الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله، لكن لا يسوغ لنا أن نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذا الحرم الشريف، لأن الحرم هذا منذ زمن قديم وهو مكان للعبادة يعبد الله فيه، وكلما كان المكان قديم في العبادة فهو أحرى في القدم وأحرى في الأجر وكثرة الثواب عند الله، ثم قربه من الكعبة له ميزة عالية، وهكذا فيقال إن الأجر في المسجد الحرام هذا أكثر، لكن من حيث المضاعفة فالصلاة كلها في مكة مضاعفة، سواء كانت قريبة من المسجد الحرام أو بعيدة ما دامت في مكة. يقول السائل: هل يقدم كبير السن للصلاة لأنه الأحفظ لكتاب الله وهو غير ملتحي، أم يقدم الملتحي؟ ما ينبغي أن يقدم الغير الملتحي مع وجود الملتحي، إذا كان الملتحي آخذ بالسنة ويقرأ ويصلي صلاة صحيحة، أما إذا كان لا يحسن الصلاة جاهل فيقدم غير الملتحي لإحسانه الصلاة وقيامه بالواجب، علما أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، يجوز للمسلم أن يصلي خلف كل من قال لا إله إلا الله، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يقول السائل: لي قريب ينصر أهل البدع ومنذ حوالي 5 سنوات وأنا أناصحه ولم يستجب، والآن أصبح يطعن في من يرد عليهم. لا يجوز للمسلم أن يناصح أن يقبل أو يصاحب أهل البدع، لأنهم يجرونه إلى السوء ويضرونه، وإنما يناصح أهل البدع ويجتنبهم. المناصحة واجبة من كل مسلم لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى للكافر يجب عليك أن تنصحه إذا وجدته على كفره، أن تنصحه لعل الله أن يهديه للإسلام. فالمناصحة شيء والمصاحبة شيء آخر. لا يجوز للمسلم أن يصاحب أهل البدع والخرافات والجهالات وأهل المعاصي، لأنهم يجرونه إلى معصية الله. يقول السائل: يقول أهل العلم بأن الله هو المألوه المعبود، فهل المعبود من أسمائه؟ المعبود صفة من صفات الله جل وعلا، هو المعبود وحده دون ما سواه. يقول السائل: لأب يبول بكثرة لا إراديا، فهل يتيمم لكل صلاة أم يغتسل أم يتوضأ، وماذا يفعل بثيابه المبللة، علما بأنه كبير السن ويتحرك بصعوبة؟ هذا يجب أن ينظف من البول، يطهر منه ولا يصلي بالبول، لكن يجوز له أن يجمع الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد،
إذا شق عليه التنظف والاستعداد للصلاة بكل صلاة بوقتها له الجمع، ولكن ليس له أن يصلي بثيابه النجسة. يقول السائل: ما معنى كلمة سيارة التي وردت في سورة يوسف؟ سيارة المارة، طريق مارين في الطريق. يقول السائل: هل أخرج زكاة الفطر هنا أم أخرجها في بلدي أنا وأولادي وزوجتي؟ أنت بالخيار أخي، إن شئت تخرج زكاة فطرك أنت وأولادك وزوجتك في مكة، وإن شئت أن تقول لهم أخرجوا زكاة فطرنا في البلاد عندكم، وإن شئت أن تقول لهم أنتم أخرجوا زكاة فطركم في بلادكم وأنا أخرج زكاة فطري في مكة. لكن إذا أمكن إخراجها في مكة وإعطاؤها لفقير مستحق فهو أولى، لأن النفقة في مكة مخلوفة بإذن الله وأجرها أعظم من النفقة البعيدة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.